بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا دكاترة. النهاردة آخر محاضرة من محاضرات الانفلاميشن. اتفقنا مع بعض ان الانفلاميشن هو عبارة عن انه رد فعل التيشو تورد الايريتنت، وعرفنا الانفلاميشن ده حاجة بروتكتيف، الهدف منها ان انا اتخلص من الايريتنت ده واقلل الافكت بتاعه على التيشو. وعرفنا ان الانفلاميشن قد يكون اكيوت او يكون كرونيك. اكيوت يعني بيحصل بسرعة وبياخد فترة صغيرة، أما الكرونيك بيحصل بالتدريج وبياخد فترة طويلة. والأكيوت انفلاميشن ده قد يكون سابيوراتيف يعني فيه صديد، أو يكون نون سابيوراتيف يعني من غير صديد. والسابيوراتيف قد يكون لوكالايزد متحاوط كده في مكان زي الأبسس، زي البويل، زي الكاربانكل، أو يكون ديفيوز سارح واخد أورجن بحاله زي الأبندسايتس، أو واخد منطقة واسعة في لوس اريولار تيشو، في لوس كونكتيف تيشو زي السيلولايتس. طيب هناخد بقى مع بعض الجزء الثاني اللي هو الاكيوت نون سابيوراتيف انفلاميشن. نون سابيوراتيف انفلاميشن هو اكيوت انفلاميشن ما فيهوش بس. طب في ايه على حسب هو نوعه ايه؟ كل حاجه بنلاقي في حاجه مميزه بتختلف على حسب انهي نوع من انواع الاكيوت نون سابيوراتيف انفلاميشن. هنبدا اولا بحاجه اسمها كتاره الانفلاميشن. القطاره الانفلاميشن ده عباره عن انه ايه؟ القطاره الانفلاميشن ده هو نرجع للشجره، ده عباره عن انه اكيوت نون سابيوراتيف انفلاميشن بيصيب الميوكوس ميمبرينز. الميوكوس ميمبرينز اللي هي الاغشيه المخاطيه. الاغشيه المخاطيه هي الميمبرين اللي بيبطن السيستمز من جوه، زي الجي اي تي كلها متبطنه بميوكوس ميمبرين، الريسبيراتوري تراكت متبطن بميوكوس ميمبرين، اليورينري تراكت متبطن بميوكوس ميمبرين، كل الحاجات دي متبطنه بميوكوس ميمبرين من جوه. تمام. طيب بيتميز بايه؟ بيتميز بوجود ميوكس سيكريشن بنسبه كبيره، يعني في ماده ميوكس مخاط مع الانفلاميشن. يبقى القطاره الانفلاميشن ده عباره عن ان هو اكيوت نون سابيوراتيف انفلاميشن بيحصل في الميوكس ميمبرين، بيتميز بوجود ايه؟ بيتميز بوجود كميه كبيره من الميوكس سيكريشن. زي بالظبط لما حد يبقى عنده نزله برد، اكيد كلنا جالنا نزله برد او انفلونزا خفيفه اسمها راينايتس. راينايتس يعني التهاب في الانف، برونكايتس يعني التهاب في الشعب الهوائيه. احنا الحاجه اللي بتميز ايه؟ ان الناس بتبقى عندها رشح، بترشح ايه؟ بترشح ميوكس ماتيريال، بترشح ميوكس ماتيريال نتيجه ان في اكسس ميوكس سيكريشن، هو ده القطره الانفلاميشن. يبقى انا لما احط في دماغي قطره الانفلاميشن احط في دماغي ايه؟ نزله البرد العاديه اللي هو التهاب في الانف، والواحد وكلنا جربناها كانت بس ايه النص بترشح كده ماده ميوكس. طيب الميوكوس ميمبرينز بيبقى شكلها عامل ازاي؟ شكلها جروس وشكلها مايكروسكوبيك. شكلها جروس يعني لو بصيت على الميوكوس ميمبرين بعينيا بلاقيها ايه؟ بلاقي منظر الاكيوت انفلاميشن اللي هو ايه؟ ان انا لو بصيت على الميوكوس ميمبرينز اهيت اهو النوز اهي من جوه، والساينسز اللي هي متوصله بالنوز بنلاقي شكلها عامل ازاي؟ بنلاقيها ريد وهوت وسولن، ريد وهوت وسولن، ريد وهوت وسولن زيها زي اي مكان فيه انفلاميشن. واحنا عرفنا ريد ليه وهوت ليه وسولن ليه. طيب بعد كده مع الوقت بيتكون عندي ووتري ميكويد ستشارج، بلاقي المخاط بيبقى موجود، الافرازات المخاطيه بتبقى موجوده على الميوكوس ميمبرينز. تمام. يبقى انا دلوقتي بلاقي الميوكوس ميمبرين في البدايه بتبقى ريد وهوت وسولن عشان هي فيها اكيوت انفلاميشن، وبعد كده ببدا ان انا اشوف فيها ديستشارج اللي هو الافرازات الووتري ميكويد، يعني افرازات مخاطيه سائله، افرازات مخاطيه سائله بلاقيها موجوده على الميوكوس ميمبرين عشان ده كتاره الانفلاميشن. طب تحت الميكروسكوب بنشوف ايه؟ الطبقه دي بتتكون من طبقتين، طبقه ميكوزال سيلز وتحتها سب ميكوزال سيلز زي العلم، طبقه ميكوزا وطبقه ايه؟ سب ميكوزا. طب الميكوزال سيلز بتبقى منتفخه، بتبقى سولن عشان هي ملتهبه. طب السب ميكوزا بلاقي فيها ايه؟ بلاقي فيها المنظر ده اللي انا شايفاه، الفيسلز دايليتد وكونجستد. طالما في دايليتد كونجستد فيسلز يبقى على طول وراها اديما وفايبرين، وبعد كده الانفلاماتوري سيلز الاكيوت اللي احنا حافظينها صم بوليمورفس وماكروفيجز. يبقى انا الثلاثي اللي انا ما انتهوش، البلاد فيسلز دايليتد وكونجستد اللي بينشا عنها الاديما والفايبرين، وبعد كده البوليمورفس اللي هي النيوتروفيلز والماكروفيجز، دولت ما يتنسوش نهائي، هنقعد نعيدهم النهارده طول اليوم بمنتهى السهوله. يبقى القطره الانفلاميشن ده التهاب خفيف كده، مايلد، مايلد يعني خفيف، اكيوت نون سابيوراتيف انفلاميشن بيحصل في الميوكوس ميمبرينز، بيتميز بايه؟ بيتميز باكسس ميوكوس سيكريشن. المثال عندي هو الراينايتس، ببص على الميوكوس ميمبرينز كده بتاعت النوز بلاقي فيها ايه؟ النوز والساينس اللي هي الشعب اللي هي الجيوب الانفيه، بشوف فيها بلاقيهم عاملين ازاي؟ بلاقيهم ريد وهوت وسوولن.
بعد شويه بلاقي عليهم كفرنج بي ووتري ميكويد ستور. طب تحت الميكروسكوب بشوف ايه؟ بشوف ان السيلز اهي عندي سولن والسب ميكوز بتبقى فيها دايليتد كونجستد فيسلز واديما فايبرين والانفلاماتوري سيلز بتاعتنا اللي هي النيوتروفيلز والماكروفيجز. النيوتروفيلز عشان نبقى حافظين شكلها بتبقى السيل بتبقى لوب، بتبقى النيوكليس بتاعتي متقسمه لسيجمنت، بتبقى سيجمنتد لثلاثه سيجمنت. يبقى النيوكليس بتاعتي بتبقى متقسمه لثلاث سيجمنت، اما الماكروفيج النيوكليس بتاعتها بتبقى كيدني شيب يعني شبه الكليه. تمام، ده شكل الماكروفيجز وده شكل النيوتروفيلز زي ما احنا اتفقنا. والكونجستد فيسلز دايليتد كونجستد فيسلز بينتج عنها الاديما والفايبرين. يبقى احنا القطار الانفلاميشن اهو عشان ما ننساهوش عرفنا شكله ازاي جروسلي، بتبقى عندي ريد وهوت وسولن وبعد كده بلاقيها فيها ووتري ميكويد ديستشارج، وتحت الميكروسكوب بتبقى فيه سولن في الميكوزال سيلز وتحت الميكروسكوب كونجستد فيسلز ومعاها الفايبرين والاديما والانفلاماتوري سيلز اللي هي البوليمورفس والماكروفيجز. ده اول انفلاميشن معانا اللي هو اسمه كاتارال انفلاميشن. بعد كده هناخد يعني نوع تاني من انواع الاكيوت نون سبيرت انفلاميشن اسمه سودو ممبرنس انفلاميشن. ده برضو اكيوت نون سبيرت انفلاميشن وبيحصل في الميوكوس ميمبرينز برضو، لكن بيتميز بتصنيع حاجه اسمها سودو ميمبرين. سودو يعني كاذب، ميمبرين يعني غشاء، بيكون غشاء كاذب، يبقى هو انفلاميشن بيتميز بتكوين غشاء كاذب. تمام، بدا انفلاميشن سيفير. سيفير يعني ايه؟ يعني شديد، مش مايلد زي الايه، زي القطارة. يبقى هو سيفير اكيوت نون سبيرتيف انفلاميشن بيحصل في الميوكوس ميمبرينز بيتميز بتكوين سودو ميمبرين. الامثله اللي عندنا مثال اسمه ديفتيريا. الديفتيريا ده يعني هو دلوقتي ما بقاش موجود قوي زي زمان، بيبقى التهاب بيحصل في الحلق، وباسيلاري ديزنتري ده التهاب بيحصل في القولون. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيعمل كده بكتيريا. يبقى الايريتنت اللي بيعمل السودو ميمبرنس انفلاميشن بكتيريا. البكتيريا دي بتطلع توكسينز قويه، توكسينز سميات قويه، بتبدا تعمل نيكروزس على السيلز اللي في الميوكوس ميمبرينز دي، بتعمل لها نيكروزس، وبعد كده الحاجات النيكروتيك دي مع البكتيريا ومع الانفلاماتوري سيلز بتكون ميمبرين على السطح بتاع الميوكوس ميمبرين، بس الميمبرين ده كاذب اسمه سودو ميمبرين. تمام، التوكسينز دي ممكن انها بتوصل تحت في الصاب ميكوزا فبتعمل اكيوت انفلاميشن تحت، يعني بتعمل دايركت كونجستد فيسلز واديما وفايبرين وبتعمل لي نيوتروفيلز وماكروفاجز. لكن ممكن يحصل سبريد للتوكسينز دي ككومبليكيشن وتروح البلاد. توكسينز ماشي في البلاد اسمها توكسيميا، توكسيميا شديده، سيفير توكسيميا. مشكلتها ايه؟ انها لما بتوصل للقلب بتيجي على الجزء العضلي من القلب اللي هو اسمه مايوكارديوم وتعمل فيه مايوكاردايتس. مايوكاردايتس نتيجه السم يبقى اسمها توكسيك مايوكاردايتس. التوكسيك مايوكاردايتس ده مشكلته ان بيعمل فشل حاد في عضله القلب، يعني بيعمل لي اكيوت هارت فيلير، القلب بيقف وظيفته، بيعمل اكيوت هارت فيلير، بتقلل يعني بتاثر على وظائف القلب وتعمل لي اكيوت هارت فيلير. تمام، يبقى سودو ممبرنس انفلاميشن ده انفلاميشن شديد سيفير اكيوت نون سابيوريتيف انفلاميشن بيحصل في الميوكوس ميمبرين. طيب بيتميز بوجود ايه؟ بتصنيع سودو ميمبرين. الامثله اللي عندي الدفتيريا والباسيلر ديزنتري. الدفتيريا بتحصل في الثروت في الزور، والباسيلر ديزنتري بيحصل في الكولون. اللي بيحصل ان البكتيريا اللي مسببه السودو ميمبرين دي بتطلع توكسنز، التوكسنز دي بتعمل نيكروزس، بتموت الابيثيليال سيلز، والتوكسنز منها بتنزل في الساب ميكوز عشان تعمل انفلاميشن، ومنها اللي بيحصل له سبريد ويروح للدم توكسيميا، ياثر على القلب توكسيك مايوكاردايتس، يعمل في القلب اكيوت هارت فيلير. يبقى السودو ميمبرنس انفلاميشن ده عباره عن ان هو لو جيت اعرفه هو اكيوت نون سابيوريتيف انفلاميشن بس سيفير وبيصيب الميوكوس ميمبرين، بيتميز بتكوين سودو ميمبرين. الامثله عندي الدفتيريا والباسيلاري ديزيز. البكتيريا دي بتعمل ايه؟ بتطلع توكسنز قويه، بتعمل نيكروزس في الابيثيليال سيلز وتكون السودو ميمبرين. طيب هي التوكسنز دي ممكن انها تنزل على الصاب ميكوزا تعمل لي انفلاميشن، وممكن تنتشر عن طريق الدم، يعني توكسيميا تعمل لي توكسيك مايوكاردايتس اللي بيؤدي الى حدوث اكيوت هارت فيلر. تمام، شكله بيبقى عامل ازاي الميوكوس ميمبرين لما بيحصل فيه سودو ميمبرنس انفلاميشن؟ بيبقى شكله بالمنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده. شكله ايه؟ ادي احنا فاتحين فتحه في القولون، المفروض الميكوزا بتبقى محمره كده، فاحنا شايفين الحاجه الصفراء دي عباره عن انها السودو ميمبرين.
اللي بيحصل في الاول بيتكون في الصعي وبنكروز الصغننه بتلحم في بعض وبتكون بقى الممبرين. كل الاصفر اللي احنا شايفينه ده هو ده الممبرين، السودو ممبرين اللي اتكون. السودو ممبرين ده بيبقى لونه يلوش او جريش يلوش كده وبيبقى لازق. لو انا جيت حاولت ان انا اشيله بالعافيه بيسيب مكانه بليدنج ulcerating سيرفيس. يعني ايه؟ يعني يسيب مكانه تعويره بتنزف. بليدنج يعني بتنزف، ulcerating يعني عامل زي تعويره، وهيتكون تاني وهيتكون تاني. تمام؟ يبقى انا السودو ممبرين ده عباره عن انه شكله عامل ازاي، شكله جريش يلو وبيبقى لازق، ولو جيت شلته بالعافيه هيعمل لي بليدنج ulcerating سيرفيس وهيريفورم اجين، هيتكون تاني مره تانيه. تمام؟ يبقى هو اصلا اتكون ازاي؟ نتيجه ان التوكسنز بتاعت البكتيريا عملت فصايوك نكروزس، هذه الفصايوك نكروزس لحمت في بعض وعملت لي هذا الكونتينوس ميمبرين. تمام؟ ادي الميمبرين اللي احنا شايفينه قدامنا، ده شكله ايه في الجراس لو انا بصيت عليه بعينيا. طب تحت الميكروسكوب هشوف الميمبرين ده عباره عن انه ايه؟ عباره عن انه الحاجات دي النكروزس، ادي حاجه خلايا مكسره. تمام؟ النكروتيك ميكوزال سيلز مع البكتيريا مع الاكيوت انفلاماتوري سيلز اللي احنا حافظينها ان هم النيوتروفيلز والماكروفاجز ومعاهم فايبرين. يبقى انا شبكه من الفايبرين اللي تحتوي على النكروتيك ميكوزا مع الانفلاماتوري سيلز الاكيوت مع البكتيريا، كل الحاجات دي عملت لي السودو ميمبرين. طب تحت في السب ميكوزا بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه دايليتد كونجستد فيسلز اللي بينتج عنها اديما وفايبرين، وعندي الاكيوت انفلاماتوري سيلز اللي هم النيوتروفيلز والماكروفاجز. يبقى انا ما انساش ابدا الصوره دي، هلزقها معاكم في كل انفلاميشن لان هو ده منظر الاكيوت نون سبيرتيف انفلاميشن. احنا بنختلف بس في حاجه هنا، اختلافي في القطاره اللي كان تكوين الميوكس الميوكس سكريشن، ده كانت الحاجه الكاركترستيك في القطاره الانفلاميشن. طب في السودو ممبرينس كانت الحاجه المتميزه هي وجود السودو ممبرين شكله في الجراس، وسودو ممبرين شكله في الايه؟ شكله في الميكروسكوبي. هنا في القطاره كنا بنوصف ميكوزا صب ميكوزا، الميكوزا كان فيها سوولن سيلز وتحت فيها الثلاثي دايركت فيسلز والنيوتروفيلز والماكروفيجز. هنا فوق في منطقه الميكوزا كان في سودو ممبرين اللي عرفنا مكوناته ايه، وتحت الثلاثي اللي هو كونجستد فيسلز ونيوتروفيلز وماكروفيجز. تمام؟ وطبعا الكونجستد فيسلز بينتج عنها الاديمه والفايبرين، فدي حاجه سهله وثابته. الفرق ان الكاتارا كان مايلد انفلاميشن حاجه خفيفه كده، اما السودو ممبرينس ده سيفير انفلاميشن، والاثنين اكيوت نون سبيرتيف انفلاميشن. ندخل في الانفلاميشن الثالث، حاجه اسمها سيرو فايبرنس انفلاميشن، ده اكيوت نون سبيرتيف انفلاميشن برضه بيتميز بحاجتين، بوجود اكسس فلويد. كلمه سيرو سيرس دي يعني فلويد، هي فيها فلويد كتير، فلويد اكسوديت كتير، وريتش ان فايبرنس يعني فيها فايبرينوجين كتير. يبقى انا عندي فايبرين كتير وسيرس فلويد كتير، اسمه سيرو فايبرنس انفلاميشن، ده اكيوت نون سبيرتيف انفلاميشن بيتميز بحاجتين كتار، فلويد اكسوديت وفايبرينوجين. طيب المكان اللي بيحصل فيه سيرو فايبرنس انفلاميشن هي مين؟ هي السيروس ميمبرينز. يعني ايه سيروس ميمبرينز؟ يعني احنا في جسمنا كده حاجه زي ورقه استروكان بتحوط الاعضاء الداخليه، يعني حوالين الرئه بتبقى متغطيه بغشاء اسمه بلورا اللي هو الغشاء البلوري، القلب بيبقى متغطي بغشاء بيري يعني محاوط، كارديوم يعني القلب، بيري كارديوم بيبقى متحوط بحاجه اسمها القلب بيبقى متحوط بحاجه اسمها بريكارديوم اللي هو غشاء التامور، بيريتونيوم يعني اعضاء البطن من جوه بتبقى متغطيه بيري، بتبقى متغطيه بايه؟ بهذا الغشاء زي ورق السلوفان. يبقى كل اعضاء البطن الداخليه بتبقى متغطيه بالبيريتونيوم، القلب متغطي بالبريكارديوم، اللنج متغطيه بالبلورا. دولت البلورا او البريكارديوم او البيريتونيوم لو حصل فيهم انفلاميشن بيحصل فيهم النوع ده من الانفلاميشن اللي اسمه سيرو فايبرنس انفلاميشن، ده اكيوت نون سبيرتيف انفلاميشن بيتميز بوجود حاجتين كتار، الفلويد والفايبرنج. طب لما انا هبص عليهم هشوف ايه؟ احنا الورقه السلوفان دي هي مكونه من طبقتين، طبقه داخليه اللي هي لازقه على العضو من جوه اسمها فيسرال، وطبقه خارجيه اسمها برايت. يبقى هو بيتميز بيتكون من طبقتين، تو لايرز، فيسرال اند برايتال لاير. المفروض ان هي ورقه زي السلوفان، السلوفان المفروض بيبقى لونه شفاف وبيلمع وبيبقى رفيع جدا، لكن لما بيحصل انفلاميشن احنا عارفين الانفلاميشن بيتخن اي حاجه فهتبقى سكن، الحاجه الثانيه هيفقد لمعته ويبقى اوبيك، اوبيك يعني ما بيلمعش، وهيبقى عليه فايبرين لان هو ده مكونه الاساسي. طيب لو الفايبرين كتير اكتر بسميه ساعتها فايبرينس او دراي، ولو الفلويد هو اللي كتير بسميه سيرس او ويت. تمام؟ يبقى هو سيرو فايبرنس، لو السيرس هو اللي كتير يبقى سيرس، لو الفايبرنس هو اللي كتير يبقى فايبرنس. سهله؟ سهله جدا. يبقى انا دلوقتي سيرو فايبرنس انفلاميشن ده معناه انفلاميشن بيتميز بايه؟ بيتميز بحاجتين كتار، الفلويد والفايبرنوجين، المكان اللي هيحصل فيه السيرس ميمبرينز. لما انا اجي ابص على البسر على الـ على الـ على السيرس ميمبرينز بيحصل فيها ايه؟ بتبقى سكند وبيك
وعليها فايبرين، وقد تكون دراي او تكون ويت. دراي يعني فايبرنس، ويت يعني سيروس. فايبرنس يعني ايه؟ يعني في فايبرين كتير. سيروس يعني ايه؟ يعني السيروس فلويد هو اللي كتير والفايبرين قليل. تمام، سهله جدا. طب تحت الميكروسكوب سيروزا وصب سيروزا الفلد وصب سيروزا الفلد، زي لما كان هنا، هنا كنا بنقول ميكوزا وصب ميكوزا، هنا برضه هتبقى سيروزا الفلد وصب سيروزا الفلد. السيروزا الفلد بتبقى ايه؟ بتبقى سوولن، نفس القصه. طب الصب سيروزا بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها الصب سيروزا بتبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها الدايريتد كونجستد فيسلز والناتج عنها الاديمه والفايبرين، وطبعا الايه؟ النيوتروفيلز والماكروفيتش. ثابتين وسهلين جدا. المثال اللي هنا في الصوره دي ادي ديت اللونج، الرئه اهي، وعليها طبقه الايه؟ عليها طبقه البلومه. المفروض ما بتبقاش كل التخن ده، سخينه جدا عشان الانفلاميشن. وشايفين فيها ايه؟ شايفين فيها كونجستد فيسلز، والخطوط دي عباره ان هي فايبرين، ومعايا الاكيوت انفلاماتوري سيلز اللي هم النيوتروفيلز والماكروفاجز. طيب الطبقه دي البريتونيوم، اللي تحت ده الليفر اللي هو الكبد، فوقيها طبقه البريتونيوم. المفروض بتبقى طبقه رفيعه جدا زي ورقه ستروبان، لكن كل التخن ده بسبب ايه؟ التخن ده كله بسبب الانفلاميشن، بيبقى فيها كونجستد فيسلز واديما وفايبرين، وعندي اكيوت انفلاماتوري سيلز اللي هم مين؟ اللي هم النيوتروفيلز والماكروفاجز. اعتقد ما تنسيش، احنا كل شويه بنعيد، بس احنا بس بنغير حاجه في الديفينيشن والسايت والجروس والمايكروسكوبيك بيكتشر على حسب ايه الحاجه اللي هي زادت في الديفينيشن، يعني عشان خاطر ما ننساش نقولهم مع بعض. القطار الانفلاميشن كان اكيوت نون سبيرتيف انفلاميشن، بيحصل فيه ايه؟ ميوكوس سيكريشن كتير. ده اكيوت نون سودو ممبرنس، اكيوت نون سبيرتيف انفلاميشن فيه ايه؟ فيه تكوين لسودو ممبرين. السيرو فايبرنس كان اكيوت نون سبيرتيف انفلاميشن، بيبقى فيه حاجتين زياده، الفلويد اكسوديت والفايبرينر. طب بالنسبه للسايت، الكاتارال كان بياخد الميوكوس ممبرين، السودو ممبرنس برضه هو كمان الميوكوس ممبرين، لكن السيرو فايبرنس بياخد مين؟ بياخد السيروس ممبرين. الكاتارال الانفلاميشن كانت الحاجه المميزه وجود الميوكوس سكريشن، كنا بنشوفها حتى جروسلي. تمام، لكن تحت الميكروسكوب بنشوف الثلاثي بتاعنا عادي خالص من غير اي حاجه، وفوقيها شويه سولن ميكوزال سيلز. طيب السودو ميمبرنس بنشوف فيه ايه؟ بنشوف فيه السودو ميمبرين ده اهو، وشفناه حتى السودو ميمبرين ده تحت الميكروسكوب وتحتيه الثلاثي بتاعنا من غير اي مشاكل. السيرو فايبرنس انفلاميشن بنشوف فيه ايه؟ بنشوف فيه السيروزال سيلز نفسها بتبقى سولن، واشوف الثلاثي بتاعي من غير اي مشاكل. اعتقد بمنتهى السهوله ومفيش حاجه اسهل من كده. يبقى احنا اخذنا الكاتارال انفلاميشن، السودو فايبرنس انفلاميشن، واخيرا السيرو فايبرنس انفلاميشن كانواع للاكيوت نون سبيوراتيف انفلاميشن. طيب بعد كده في الانفلاميشن ممكن يبقى فايبرنس ساده. فايبرنس ساده ده ايه؟ ده عباره عن اكيوت نون سبيوراتيف انفلاميشن برضه، بيتميز بايه؟ بفايبرين كتير، اكسس فايبرين. ده بيحصل فين؟ في السيروس ساك زي ما احنا، او السيروس ميمبرين زي اللي احنا لسه قايلين بالظبط. سيروس ميمبرينز او السيروس ساكس زي اللي احنا قايلين، بتبقى عامله ازاي السيروس ساكس دي؟ ادي اهو مثال عندي اهوت، ادي القلب الهارت اهو، وعليه الايه؟ البريكارديوم. البريكارديا المفروض بتبقى ورقه سوتان، شايفينها تخينه ازاي؟ دي كمان تخينه وملزقه، تخينه وملزقه بالمنظر ده. هم شبهوها بالبريد اند باتر ابييرنس، زي العيش لما ادهن عليه سمنه بيبقى نفس ويلزق كده على بعض، دي نفس الايه؟ المنظر بتاع الفايبرين سيروس ساك، يعني هو زيه زي لما جيت كنت هنا اهوت بقول ان انا عندي ان هو يكون فايبرنس تايب، سيرو فايبرنس الفايبرنس تايب، ان هو يكون فيه فايبرين هو اللي كتير. طيب مثال تاني، حاجه اسمها لوبر نيمونيا. لوبر نيمونيا يعني ايه؟ نيمونيا يعني التهاب في الرئه، الرئه اللي هي اللونج، التهاب في الرئه واخد لوب على بعضه، واخد لوب بحاله فيها ايه؟ في لوبر نيمونيا. تحت الميكروسكوب بنشوف مكونات الرئه اللي هي الالفيولاي، الخويصلات الهوائيه، مليانه ماده الفايبرين، مليانه ماده الفايبرين، وعليها الاكيوت انفلاماتوري سيلز. تمام، يبقى الاكيوت نون سبيرتيف انفلاميشن هو اكيوت الفايبرنس انفلاميشن هو اكيوت نون سبيرتيف انفلاميشن، بيتميز بوجود فايبرين كتير. المثالين اللي عندي هما السيرا ساك اللي احنا كنا لسه قايلينها في المثال اللي فات، واللوبر نيمونيا. تمام، طيب بعد كده السيروس انفلاميشن، ده برضو اكيوت نون سبيوراتيف انفلاميشن كاركترايزد باي اكسس سيروس فلويد. هو اكيوت نون سبيوراتيف عادي جدا، بس فيه سيروس فلويد كتير. الاكزامبل اللي عندي السيروس ساك، السيروس ساك اللي هو ايه؟ اللي هو التايب ده، التايب اللي احنا قلناه الويت، الويت او السيروس تايب ده، في يعني بياخد السيروس، السيروس ميمبرينز اللي هي البلورا والبريكارديوم والبريتونيوم. طب مثال تاني، في سيروس فلويد اكسوديت كتير، البيرن لما حد بيتسع بيتكون عنده الفوق فئه دي، الفوق فئه دي جواها ايه؟ سيروس اكسوديت. فده اكيوت نون سبيوراتيف انفلاميشن كاركترايزد باي اكسس سيروس اكسوديت. الايرتنت بتاعي في الحاله دي اللي هي النار، ده فيزيكال ايرتنت نون ليفنج لو نفتكر
التقسيمه الاولانيه اللي كانت فيها اسباب الانفلاميشن، عملت لي ايه؟ عملت لي اكيوت نون سيفيريتيف انفلاميشن بيتميز بوجود فلويد جوه هنا هو في اكيوت. او مثال تاني هيربس سيمبلكس، الفسفوسه الشهيره اللي جيلنا كلنا في كل المناسبات، ده عباره عن هو فايرال انفكشن اسمه هيربس فيروس. بيعمل ايه؟ بيعمل انفلاميشن بيتميز بوجود اكسس سيروس فلويد، بيعمل برضو في جواها فلويد هيربس سيمبلكس انفكشن. تمام، يبقى احنا لغايه دلوقتي اخذنا 5 امثله على اكيوت نون سيفيريتيف انفلاميشن. اولها كان القطاره الانفلاميشن اللي كان بيحصل في الميوكس ميمبرين وبيتميز بوجود اكسس ميوكس سيكريشن. بعد كده سودو ميمبرنس انفلاميشن، ده انفلاميشن بيحصل برضه في الميوكس ميمبرين وبيتميز بوجود سودو ميمبرين. المثال الثالث هو سيرو فايبرنس انفلاميشن، ده بيتميز بوجود فلويد كتير وفايبرين كتير بيحصل في السيروس ميمبرينز. الفايبرنس انفلاميشن بيتميز بوجود فايبرين كتير وبيحصل في السيروس ميمبرين زي اللي احنا لسه قايلين حالا، وما هنزود عليها اللوبر نيمونيا. طيب السيروس انفلاميشن هو اكيوت نون سيبيريتيف انفلاميشن برضو بيتميز بوجود سيروس اكسوديت كتير زي بيحصل فين؟ سيروس ساك زي لسه قايلين، وقلنا كمان زودنا عليهم البيرن والهيربس سيمبلكس. سادس نوع عندنا من الاكيوت نون سيبيريتيف انفلاميشن اسمه هيموراجيك انفلاميشن، ده اكيوت نون سيبيريتيف انفلاميشن برضه بيتميز بايه؟ بيتميز ان الاكسوديت بتاعه مليان ريد بلاد سيلز، في دم خلايا دم حمراء كتير، ريد بلاد سيلز، في ريد بلاد سيلز. تمام، طيب ليه في ريد بلاد سيلز كتيره؟ عشان خاطر بيحصل دامج للبلاد فيسلز، الاوعيه الدمويه بيحصل فيها دامج، بيحصل فيها تحطيم وبيخرج الار بي سيز تبقى موجوده معايا في وسط الاكسوديت. يبقى احنا عارفين ان بيحصل فازو دايلاتيشن وبيحصل اديما وفايبرين واكيوت انفلاماتوري سيلز اللي هم نيوتروفيلز والماكروفاجز، وهنزود عليها ار بي سيز كتيره، خلايا دم حمراء كتيره. ليه؟ عشان انا كسرت الفيسل وول في الريد بلاد سيلز اللي خرجت بكميات كبيره. طب المثال عندي الالتهاب اللي بيحصل في المثانه اللي اسمها سيستايتس هيموراجيك، عشان هو اسمه هيموراجيك انفلاميشن سيستايتس، او الالتهاب اللي بيحصل في البنكرياس اسمه هيموراجيك بنكرياتايتس. سيست يعني دي المثانه، سيستايتس التهاب في المثانه نوعه هيموراجيك، بنكرياتايتس يعني التهاب في البنكرياس نوعه هيموراجيك. طيب اخر نوع عندنا في الاكيوت نون سيفيريتيف انفلاميشن اسمه الرجيك انفلاميشن، ده انفلاميشن بيتميز بوجود اكسوديت مليان ايزينوفيلز. الايزينوفيلز دي هي الخليه المسؤوله عن الحساسيه، انتيجين انتي بودي رياكشن معناها حساسيه. المثال عندي الرجيك راينايتس، الناس اللي عندها حساسيه في الانف الاكسوديت بتاعهم بيبقى في مليان ايزينوفيل اللي هي الخليه دي. الخليه دي هي الخليه المسؤوله عن الحساسيه، هي بتبقى شبه هي اخت النيوتروفيل كده، بس بدل ما هي النيوتروفيل كانت بتبقى فيها ثلاث اجزاء، النيوكليس متقسمه لثلاثه سيجمنتس، لا الايزينوفيل بتبقى متقسمه لجزئين. الحاجه الثانيه ان السيتوبلازم بتاعها ايزينوفيلك يعني لونه احمر، السيتوبلازم بيبقى لونه احمر، والنيوكليس بتاعتي بتبقى متقسمه لاثنين كده زي النضاره، زي رسمه النضاره. فاحنا حاجه اساسيه عندي ان انا لما يبقى عندي الرجيك انفلاميشن لازم كلمه ايزينوفيل تتقال اول حاجه. يبقى لما اقول الرجي في اي حته في الجسم لازم الايزينوفيل تتقال اول حاجه. طبعا معايا كونجستد فيسلز ومعايا اديما ومعايا فايبرين ومعايا نيوتروفيلز ومعايا ماكروفاجز، لكن معايا المهمه الكتيره مين؟ الايزين. تمام، يبقى احنا دلوقتي كده دي انواع الاكيوت نون سيبيريتيف انفلاميشن اللي اخذناها النهارده، هم 7 انواع، كل نوع بيتميز بيه ان في حته زياده، يعني وبيتميز بوجوده في مكان معين. يبقى انا كل واحده ليها مكان معين وبيحصل وفيها حاجه مميزه. طب القطره الانفلاميشن بيحصل في الميوكوس ميمبرين، والحاجه المميزه ان يبقى فيها ميوكوس سيكريشن. السودو ميمبرنس بيتميز بايه؟ بيتميز بوجود السودو ميمبرين وبيحصل في الميوكوس ميمبرين. السيرو فايبرنس انفلاميشن دوت بيبقى فيه فايبرين كتير وفلويد كتير وبيحصل في السيروس ميمبرينز. الفايبرنس دي فايبرين كتير بيحصل في السيروس ميمبرينز وفي اللوبر نيمونيا. السيروس انفلاميشن بيبقى فيه سيروس فلويد كتير بيحصل في السيروس ميمبرينز ومع البيرن والهيربس سامبلز. الهيموراجيك بيبقى مليان ار بي سيز زي الهيموراجيك سيستايتس والهيموراجيك بانكرياتايتس. الالرجيك بيبقى فيه ايزينوفيلز كتيره زي مثال عندي الالرجيك راينايتس. تمام، انا عملت لكم هنا تجميع فيها كل نوع الحاجه الاكسس الكاركترستيك اللي فيه، الكاتارال اكسس ميوكس، السو ميمبرينز فولس ميمبرين فورميشن، الفايبرنس فايبرين، السيروس اكسس سيروس فلوي. السيرو فايبرنس بيبقى فيه الكتير حاجتين، الفايبرين والسيروس فلوي، الهيموراجيك الار بي سيز والالرجيك الايزينوفيلز.
طب نفتكر كده القطره اللي كان بيحصل فين؟ الميوكوس ميمبرين. السودو ميمبرنس بيحصل فين؟ في الميوكوس ميمبرين برضه. الفايبرنس بيحصل في الميوكوس ميمبرينز والاوفر نيمونيا. السيروس في الميوكوس ميمبرينز ونزود عليها البيرن والهيربس سيمبلكس. السيروفايبرنس في الميوكوس ميمبرينز. الهيموراجيك، الهيموراجيك سيستايتس والهيموراجيك بانكرياتايتس. الالرجيك، الالرجيك راينايتس. التجميعه دي ان شاء الله هتسهل علينا جامد جدا واحنا بنذاكر، وهنثبت في كل الانفلاميشن الكونجستد فيسلز والكونجستد فيسلز واللي طالع منها اديما وفايبرين ونيوتروفيلز وماكروفيجز. الخمسه دول ثابتين ثابتين ثابتين. هزود عليهم الحاجات دي على حسب انا فين، وهزود عليهم البص لو انا كنت سبيرت. تمام كده احنا خلصنا مع بعض الاكيوت نون سبيرتيف انفلاميشن، وبكده نكون خلصنا الاكيوت انفلاميشن بحاله. الاكيوت انفلاميشن اللي كان بيتقسم لاكيوت سبيرتيف واكيوت نون سبيرتيف. والاكيوت سبيرتيف كان لوكالايزد وديفيوز. اللوكالايزد كان ابسس وبويل وكربانك، والديفيوز كان بيحصل في اورجان زي الابندكس والسيليولايتس. وبعد كده اخذنا الاكيوت نون سبيرتيف والسبع انواع اللي لسه واخدينهم مع بعض. هنقفل كده صفحه الاكيوت انفلاميشن خالص، وهنبتدي صفحه جديده مكتوب عليها كرونيك انفلاميشن. الكرونيك انفلاميشن ده انفلاميشن بيتميز ان ليه جرادوال اونست، يعني بيحصل بالتدريج، ولونج ديوريشن، بيحصل فتره كبيره. فتره كبيره يعني ياخد له شهور سنوات، يبقى يقعد فتره كبيره عنده كرونيك انفلاميشن. الكرونيك انفلاميشن ممكن يبتدي ككرونيك زي التوبركلوزس اللي هو الدرن او السل، تمام، او ان هو يكون فولوينج اكيوت. مش احنا قلنا الاكيوت من ضمن الكومبليكيشنز بتاعته انه يقلب لكرونيك، فممكن بقى الكرونيك يا اما يبتدي كرونيك او يكون فولو الاكيوت. اكيوت يعني فولو اكيوت يعني ايه؟ يعني بريزيستنت انفكشن ما قدرناش نعملها ايراديكيشن، اللي هي رسمه الميزان لما البادي والايريتنت يبقوا زي بعض، فساعتها الانفلاميشن هيقلب من اكيوت يتحول الى ايه؟ الى كرونيك. تمام. الكرونيك انفلاميشن بيحصل في ايه؟ بيحصل في تيشو نكروزس، لان احنا عارفين اي ايريتنت بيعمل تيشو نكروزس، بس بيحصل بالتدريج وبيحصل بريسمنت للحته اللي حصل فيها نكروزس دي بفايبروزس. يبقى وجود الفايبروزس هي من الحاجات المميزه في الكرونيك انفلاميشن. طيب البلاد فيسلز ما بيحصلش فيها دايلتيشن وكونجشن زي الاكيوت، لا بتبقى بتتخن الفيسل وول، بيبقى يحصل فيه جرادوال ثيكنينج، بيبقى الوول بتاعي كلين زي الصوره دي كده، بيحصل فيه جرادوال ثيكنينج واليومن بتاعه بيبقى نظيف. المنظر ده بيسميه endoarthritis obliterans. يبقى بيحصل حاجه اسمها endoarthritis obliterans، يعني ايه؟ يعني ان الفيسل وول بتاعي بيبقى ساك واليومن نار. obliterans يعني ايه؟ يعني اكنه كلمه يتلاشى، من كتر ما اليومن بيضيق اكني هلاقيه يتلاشى. itis يعني في inflammation في الارتريز. يبقى endoarthritis obliterans يعني مع ده اللي بيحصل في البلاد فيسلز بتاعت كرونيك انفلاميشن. احنا كنا حافظين صم في الاكيوت انفلاميشن ان الفيسلز بتبقى دايليتد وكونجستد. في الكرونيك انفلاميشن بقى هنحفظ برضو ان بيحصل فيها جرادوال ثيكنينج في الوول وجرادوال ناروينج في اليومن. يعني الوول اللي هو الجدار بيبقى ثيك واليومن بيبقى نار. ثيك وول ونارو اليومن، ده اسمه اند ارترايتس اوبليتريس. يبقى انا بيحصل النكروزس بداله فايبروزس. الحته النكروتيك اللي هي ضاعت دي لازم الجسم يعوض مكانها، يعوض مكانها فايبروزس. ده منظر الفايبروس تيشو، تمام، اخدته في الهيستولوجي. وهنا هوت اللي بيحصل في البلاد فيسلز، بيحصل فيها سيكنج في الوول ونرونج في اليومن، يعني اند ارترايتس اوبليتريز. الفلويد اكسوديت اللي بيتكون بيبقى سكانتي، يعني كميه الفلويد اكسوديت في الكرونيك انفلاميشن بيبقى سكانتي. فاضل لي مين بقى اللي ما اتكلمتش عليها؟ السيلز اللي بتحصل في الانفلاميشن. يبقى انا فكر، لان احنا عارفين انفلاميشن بياخد فاسكولار تشينجز وسيلولار تشينجز. الفاسكولار تشينجز ان الوول بقى سيك واليومن بقى نارو، اللي اسمه اند ارترايتس. طب ايه اللي بيحصل على مستوى السيلز؟ اللي بيحصل على مستوى الخلايا ان انا بيبقى عندي سيلولار اكسوديت. السيلولار اكسوديت الخلايا بتاعت الانفلاميشن الكرونيك، هم كام خليه كده هنحفظهم زي ما حفظنا بتوع الاكيوت. الاكيوت كان مين؟ كانت البوليمورفس او نيوتروفيلز والماكروفيجز اللي هي اسمها مونوسايت. طب هنا في اكتر من واحد. اول خليه اسمها ليمفوسايت. ليمفوسايت الخليه المدوره كده ديت، دي اسمها ايه؟ ليمفوسايت. خليه مش قادره اشوف السيتوبلازم بتاعها، النيوكليوس بتاعتها هي اللي واخده كل الرؤيه، تبقى اسمها ليمفوسايت. في خليه ثانيه اسمها بلازما سيل، بتبقى النيوكليوس بتاعتنا على جنب وسايبه السيتوبلازم فوق، اسمها بلازما سيلز. يبقى ليمفوسايتس وبلازما سيلز. والماكروفيجز ثاني، يعني الماكروفيجز عامل مزدوج، بيشتغل في الاكيوت وبيشتغل في الكرونيك. طيب بعد كده في عندي حاجه اسمها مالتي نيوكليتد جاينت سيلز. جاينت سيل يعني ايه؟ يعني خليه عملاقه مليانه نيوكليات. الخليه دي اصلها كانت ماكروفيج، حصل ديفيجن للنيوكلياي، النيوكلياي قعدت تتكاثر من غير ما يحصل ديفيجن للسيتوبلازم، فبقت الخليه مليانه نيوكليات او كذا ماكروفيج لحموا ببعض، بقت عملت لي مالتي نيوكليتد جاينت سيل. مالتي يعني كتير، نيوكليتد يعني نواه، بقت جاينت سيل خليه جاينت يعني عملاقه مليانه نيوكلياي.
الايزينوفيلز، الايزينوفيلز برضو من الخلايا اللي هي عميل مزدوج بيننا وبين الاكيوت. في الاكيوت كنا بناخدها في الالرجيك، والكرونيك برضو في الالرجيك، وكمان مع وجود بارازايتس يعني وجود طفيليات. لما يبقى في طفيليات على طول الايزينوفيلز بتبقى موجوده، يبقى وجود الطفيليات لازم يبقى معاه بارازايتس. وفي الاخر بتيجي الفايبروبلاست عشان تعمل الفايبروستيشو، دي اسمها الفايبروبلاست، عشان تكون الفايبروستيشو ويحصل هيلينج. يبقى انا دلوقتي الخلايا بتاعت الانفلاميشن بتبقى اسمها ليمفوسايتس، بلازما سيلز، ماكروفاجز، مالتي نيوكليتد جاينت سيلز، والايزينوفيلز، واخيرا الفايبروبلاست بتيجي تعمل ايه؟ فايبروس. دي الخلايا الخمسه بتوع الانفلاميشن الاساسيين اللي لازم ما ينفعش ابدا اكون ناسيها. ممكن يكونوا في موجودين في تيشو ديفيوز مبعثرين، او يكونوا بيري فاسكولار. بيري فاسكولار يعني مرصصين نفسهم حوالين البلاد فيسلز. يبقى في الكرونيك انفلاميشن الحاجات الثابته اللي احنا هنكررها في كل حاجه ان الفيسل في اند ارترايتس اوبليترينز. يعني ايه اند ارترايتس اوبليترينز؟ يعني ليه سيك وول ونارو ليومن. الخلايا بتبقى فيها ايه؟ بتبقى فيها ليمفوسايتس، بلازما سيلز، ماكروفاجز، مالتي نيوكليتد جاينت سيلز، اند ايزينوفيلز. وفي الاخر بتيجي الفايبروبلاست تعمل لي ايه؟ تعمل لي فايبروزيس. ده كده المميزات بتاعه الكرونيك انفلاميشن.